أهلا بكم أعزائي كل اللاعبين العرب في قناتكم عربيان جيمر. النهاردة هنبتدي مع بعض اللعبة الجديدة اللي هي وولونج. اللعبة خليط ما بين سكيرو وما بين إلدن رينج أو دارك سولز، أو خليط من ألعاب السولز. هي اللعبة الياباني، هي اللعبة الصيني للرد على اللعبة الياباني. نشوفها مع بعض ونبتدي في الجيم بلاي. اللعب دي لازم تتلعب بجويستيك، لأن اللعب بكيبورد والماوس هيكون الموضوع صعب جدا، فلازم إن احنا ناخد بالنا علشان خاطر نعرف نلعب اللعب دي كويس. فأنا جايب معايا الجويستيك بتاع البلاي ستيشن بتاعي، وإن شاء الله يعني نعمل تجربة جيم بلاي ممتازة مع بعض. احنا نختار النظام بتاعها البريوريتايزد للفريم بير سكند علشان خاطر ما يعملناش دروب فريم واحنا بنلعب. البريوريتايزد للريزوليوشن ان هو بيخلي الصورة حلوة على طول، فده ممكن يعمل عبء على الكمبيوتر في لحظة او على الكارت، لان انا بلعب على بي سي، فيخلي الموضوع ممكن يكون صعب شوية. فاحنا نخليها البريوريتايزد للفريم بير سكند، واي حد يلعب على الكمبيوتر انا بنصحه بده الا لو كان معاه هاي اند، يعني كان معاه كارت كبير ومعاه بروسيسور كبير. طبعا اللعبة من الافضل انها تتحط على SSD او على NVMe علشان خاطر تاخد افضل تجربة لعب في اللعبة كلها. اللعبة طلعت وعملت ريستارت تاني، وهي بتقول لنا ان هو بيعمل كده اوتوسيف. اللعبة شكلها حلو من البداية، ونبتدي مع بعض نعدل شوية في الأوبشنز. كل ده تمام. أهم شيء السبتايتل إن هو شغال. تمام. جرافيك سيتنجز. ارينا في الستاندرد. نجرب الهاي كواليتي. ممكن نرفعها كلها للبداية، لابست كواليتي، وبعد كده نعدل فيها. خلينا نعمل دي هاي. ستاندرد كويس. كواليتي برضو بالكامل فوق، لأن دي بتقل على الكارت أساسا. ونخلي الموشن بلور والحاجات دي كلها، ان هي بتدينا احساس زي فيلم السينما. نرفع الصوت شوية. نخليها كده كويس علشان خاطر نعرف نسمع الكلام لما هيتقال، علشان نستمتع باللغة الصيني او الياباني اللي احنا اخترناه. احنا اخترنا ياباني. الكنترولر كده كويس. شايف دراع البلاي ستيشن، الفايبريشن كله سليم. تمام. نبتدي اللعبة مع بعض. اللعبة بيكون فيها أنواع من اللقط بتاعة الحاجات، القوة، قوة الخشب، وقوة النار، وقوة المية، وقوة المعدن،
كل حاجة من دول بيعملوا حاجة معينة للشخصية وبتقويه في اتجاه معين. الإكسير ده سر الطريق الأبدي وجائزة من الحكام القدامى. بينهم كان الإمبراطور كين اللي كان بيشتهي الخلود. نهاية التحدي الخاص بي أخذ دواء محرم وكان كارثي، وكانت قوة الإكسير وأثبتت جدارته. وفي السنين اللي بعد كده بعد زوال الأسرة الحاكمة فضل يزود نفوذه الشرير بالصراعات والمكائد السياسية. وبعد شهور عديدة الإمبراطور هان كان في آخر أيامه. وفي الأيام المظلمة دي كان الإكسير عامل أساسي انه يصحى التنين اللي كان نايم في ارضنا. هنا جنود العمامة الصفراء بيقولوا ان الناس بتوع السماء الجزردية اللي هو نوم الحجر الكريم اللي هم الاعداء اللي هو احنا بنلعب في صفه. بيقولوا الطرف التاني ان هم يموتوا وابتدوا يدمروا في الارض زي ما احنا شايفين. بيقول لهم شوفوا يا اخواتي قوة اخوكم الصغير، ان العالم كله هيكون واقع تحت قبضة العمامات والصفر. الناس اللي وراه بيقولوا عايشنا كلنا في رخاء ونعيم. زي ما انتم شايفين بيموتوا الرجالة وياخدوا الستات. دي بداية الشخصية اللي احنا بنلعب بيها. يقول له بشكرك على انك انقذتني. يقول له انا مبسوط انك قمت من الاصابة بتاعتك. يقول له لقيتك الشخص الحامل للاكسير الخالد، وشكله كان بيدور عليه من بدري. أنا ان احنا هنبتدي نختار الشخصية. انا ما احبش العب ببنات اطلاقا. كويس، خلينا في الشخصية الاولى زي ما هو. これでようやくわしの宿願も。يقول له اخيرا لقيتك بعد الوقت الطويل ده. اخيرا تحققت امنيتي. يقول له طالما انت معانا يبقى النصر حليفنا، وخد القلادة دي او التعويذة السحرية دي كحاجة ان هي تحميك، ممكن تنقذ حياتك في يوم من الايام. يقول انا مش هينفع اسيب الزيف او الكذب ده يفضل مكمل. يلا بينا نبتدي.
ちらをどうぞ。お役に立つはずです。蓄えた木から生成した薬です。傷を癒す効果があります。اداله دواء علشان يخففنا كل ما نضرب ان احنا نشربه فيقدر يخلينا ان احنا نرجع الهيلث بتاعنا كده. ساعتقد التعويذة اللي هو اداله اللي هي زي الموضوع بتاع سكر اللي هو بيخليه يصحى تاني. اللعبة دي مش نظام عالم مفتوح او نظام ليفلات بتمشي مع بعض في اتجاه واحد، وان احنا علينا ان احنا نخلص الموضوع مستوى مستوى. ده بيشرح الضرب العادي ضرب السبيريت. ضرب السبيريت اللي هو الضرب الروحي اللي يخلي ان هو يضرب ضربة دمج بتاعتها على الضرب بتاعها على مش واحد. طبعا اللعبة انك بتاخد الشخصية وتقويها وتجيب لهم لبس وحاجات حلوة زي كده، وده بيعتمد كمان على الحظ بتاع الشخصية، يعني على حسب الحظ بتاع الشخصية على حسب ما هو بيكسب. قال ان هم عايزين يعدوا الوتش تاور ان هو برج المراقبة ده، واعتقد يعني قريبة ورا كل مكان بيكون في العلامة البيضة دي، ده بيعرفنا ان انا كده اقدر ان انا اطلع عليها، فهو هيروح عمل فولت او هينط عليها وكده. الحركة دي اللي هي الديفليكت كده يصد كده ان هو بيعدي منه او كده. انا بصد الصد دي اضرار، يعني العلامة اللي من تحت دي العلامة الصفراء اللي هي مدى القوة بتاعت التحمل بتاعه، هو قادر يستحمل قد ايه، ولا بعد كده هيحصل له ستان ويبتدي يكبر واقف مش قادر يتحمل خالص الشخصية، فده بيأثر عليه في الحركة وفي اللبس كمان. كمية اللبس اللي هو لابسها بتأثر فيه ان هو هيقدر يتحرك فيها بسرعة ولا لا. لو لابس دروع خفيفة هتساعده ان هو يتحرك بسرعة، لو لابس دروع تقيلة هيكون الموضوع صعب بالنسبة له، وكمية قدرة التحمل بتاعته هتكون هي ايه قليلة. ده بيقول لنا ازاي ان احنا نعمل ديفليكت وازاي ان احنا نعمل دوج نهرب من الضربة. احنا ممكن نعمل نوع من التنوع من الحركات مع بعض، يعني ممكن ان احنا نضرب شوية وشوية نصد وشوية نعمل دفليك، بس هو بيهتم اكتر بكمية التوقع بتاعك، انت تقدر تتوقع الضربة جاية ازاي وهتعمل فيها ايه. كمان التايمينج مهم. ادي العلامة البيضة، هو بيقول لنا لما تلاقي العلامة البيضة دي تقدر تنط. يقول ان احنا ننزل دي ممكن ان هي تساعدنا ان احنا نطلع عليها تاني بعد كده. الازمه ان هو اعمى وشايف كل ده، يعني انا مش عارف ازاي، لكن بغض النظر هما الجماعه اليابانيين والصينيين يحبوا كده. انا بيحكي لنا عن الحاله تقدر تقول الحاله النفسيه او مدى القوه الروحيه بتاعته او المعنويات. على حسب ما كانت المعنويات بتاعت الشخص اللي قدامك عالية فروح المعنوية بتكون عالية فبيكون قوي. الروح المعنوية بتاعتنا اللي هي رقم واحد اللي موجود هنا تحت الشخصية فوق الهيلث بتاعي الشريط الأخضر اللي من تحت، كل شخصية بنقابلها نقف عليه ده الحالة المعنوية بتاعته رقم ثلاثة، فهو أكبر مني مستويين، فإن أنا أروح أضربه كمية الدمج بتاعي هيكون قليل عليه، فلازم إن أنا أحاول إن أنا أضربه هيك كده بهدوء واحاول ان انا اتحرك بهدوء، لكن هو شافني فكده كده هيجي يموتني بسهوله. يعني احاول اضرب الضربه السبيريت علشان خاطر اقدر اعمل لهم دمج كبير، لان هما الاثنين عليا هيكونوا كتار في الوقت ده. ولكن
بيقول ان كان البلد فيها ناس كتير عجز عايشين، وده شيء شرس. احنا كده بقى عندنا سلاح تاني جديد، قوة بتاعته اكبر، لكن هنا بيديني حوالي 3-4% دمج في ضرر اعلى في السيف، فاعتقد هيكون هنا اسرع ويكون الدمج بتاعه يمكن اعلى شوية. حاجة تتلبس على الرأس و بنطلونات. ماشي كويس. اللعبة هتكون مليانة حاجات، فاحنا طول ما احنا ماشيين هنلاقي حاجات كتيرة، وده المتوقع يعني. لكن لازم ندور في كل ركن وفي كل مكان في اللعبة، علشان في حاجات كتيرة ممكن ان احنا ننساها، ويكون فيها حاجات مهمة ان هي كمان تساعدنا. شوف الأستاذ ده ضربة جامدة الضربة دي، فلازم ان انا اعدي منها. انا بيقول ان اصحاب العمامة الصفراء اغلبهم فلاحين، وانهم كانوا بيعانوا من الفساد السياسي والكوارث الطبيعية، وان حالتهم كمان اتدهورت، واصبح كل واحد فيهم بيروح القوي بياكل من الضعيف ويسرقه. فهو بيقول يا ترى ايه اللي خلى حالتهم تبقى بالبشاعة دي. لقينا حاجة تاني، لبس. لبس ده اعلى من ده، لكن نلاحظ ان هو من تحت الوزن بتاعه اتقل، لكن طول ما احنا ازرق احنا كويس. ما بيتكلمش. مش في حاجة هنا كمان؟ ده بيتفتح؟ لا مش بيتفتح. ده ذا تشيك بوينت في المكان هنا، انا اقدر ارتاح، ويقدر بعد كده ان هو يحدث الشخصية، ولما يموت يرجع هنا في نفس المكان ده. نرتاح شوية ونحدث الشخصية. هنا المعدلات بتاعت التحديث بتاعت الشخصية. هنا عندي قوة الخشب، النار، الارض، المعدن، المية. في البداية لازم ان احنا نحدث شوية الخشب، لان بيحدث لنا 7 في الهيلث، في مدى الصحة، وبيديني 1 في نوع السيف ده. نحدثها كده، انا معايا 340 من التشي او الكين، بس ما بيقولوها تشي. مطلوب مني 800 علشان التحديث الجاي، وان شاء الله يكون سهل معانا واحنا ماشيين. لما نلاقي في واحدة زي كده منورة اصفر جامد، ده معناه ان دي حاجة مهمة خالص يعني. دي نوت، حاجة مكتوبة، نبقى نقراها بعدين. هنا ان انا ازاي ان انا اضربه ضربة ستنس متخفي، او هو من غير ما يحس بيا، فانا امشي بالرفع، امشي بالجويستيك بالرفع لغاية ما يطلع لي العلامة الحمراء دي، وبعد كده اروح دايس على المثلث عندي، اروح ضربه ضربة قوية، لهي نفس الضربة السبيريت او الضربة الروحية، يقدر يموته بسهولة. لو خطوة غلط ممكن نضيع. العلامة الصغيرة ده عاملة زي الحاجات بتقوي بيها الشخصية، ولو في اي افكت او اي حاجة من الضرر جعلي او حاجة مستمرة معاه، الاعلام دي بتروح شايلاها لو في تأثير سلبي جه على الشخصية أو حاجة. فاحنا نرفع العلم ده، بيروح مزود لنا القوة الروحية بتاعت الشخصية، ولأن لما بيموت بيبصر من القوة الروحية الموجودة. أول الطريق هنا مسدود، فاحنا لازم نلف ونروح للطريق التاني. احنا دلوقتي المستوى المعنوي بتاعي المستوى الثالث، فالشخص انا لو مت هينزلني لمستوى 2 تقريبا، لان انا رفع 2. فاحنا نحاول نموت الناس دول بسرعة كده. طيب في ناس تاني شافوني. طيب
المهارة بتاعتهم صعبة شوية، لكن لما يكون معاك جويستيك هيكون الأمر سهل خالص. كده احنا وصلنا للمورال، الحالة المعنوية او الروح المعنوية بتاعته لمستوى 4. وبيقول انه هو هرب للقرية دي بعد حرب شرسة. والده كان بيشتغل في الحكومة، هو بعد ما مات انه هو بقى منفصل عن بقية عيلته. هو بيطوق لليوم ان هو يلاقيهم فيه، ان هم يرجعوا فيه تاني مع بعض. ماشي، طيب دي التشيك بوينت. فرجعت لي كل الهيلث بتاعي، كمان المشروب اللي بيشربه علشان خاطر يرجع. ناخد اللوت. دي ناس ميتة؟ تمام. دي الضربة الهيفي بتاعتهم، ودي ضربة جامدة. طيب شكرا. بيقولنا كويس ان احنا وصلنا لغاية هنا. بيقولنا لما نخلص الحتة دي من الأعداء نروح نعدي على البيت، فهو عايز يهديني حاجة كنوع من عربون وشكر يعني، مش عارف. طيب هدينا مكملين نشوف. احنا طبعا لما نيجي نضرب حد نضرب اللي هو مستوى أعلى. باشمهندس ده هنا بيقول لنا على نوع الفنون القتالية اللي احنا ممكن نعملها معاه. طيب انا ما عنديش غير واحدة بس اللي هي موجودة على اليمين، لو بتاخدوا بالكم اللي انا برفعها دي، فبتخلي يظهر للأعصاب بتاعت البلاير بتاعي. فأنا أعملها مع المربع، هي دي. بيقول أنا حاسس إن أنت مقدر لك حاجات حلوة يعني، وهنعرف ده قريب. جاتش فيه، انزل. دي حاجة مستخبية ورا صندوق. ناخد اللوت ونرفع العلم. شوف في حاجة تانية احنا نسيناها. بيقول ده قائد الوحدة اللي موجودة، هو يعني خصم عنيد يعني. نلاحظ ان هو هنا عنده الحته الحمراء دي اللي هي الطويله الحمراء دي، ده المكان بتاع التشيك بوينت الجديده، وهو ده بيحميها. فطالما هي معموله حمراء كده هي لوك، ده هي مقفوله، لازم اموت الشخصيه دي. نلاحظ ان هو عليه المثلث الاحمر، طالما عليه المثلث الاحمر ده يبقى كده لازم ان انا اموته علشان افتح دي. احنا ضربنا شوية لكن يلا الله يرحمه. يقول انت موتت القائد بتاعهم بكل سهولة، طبعا لان القائد فاداني شوية حاجات حلوين. فندخل نشوفهم. دي ليفل 3، كمان 3 وعليها نجمة، فهي بتديني قوة اعلى. مش شرط لان دي رقم واحد، لكن نلاحظ من تحت ان هي الوزن بتاعها كبير، هي حوالي 12 كيلو وستة. لكن ده درع متوسط، لان نلاحظ جنب الرسمة بتاعتها العلامة ان هو درع متوسط. ده درع تقيل، ده درع خفيف.
على حسب العلامة اللي موجودة من فوق. طبعا الدرع خفيف يكون وزنه خفيف فالشخصية تتحرك أسرع، لكن مستوى الحماية بتاعته بتكون أقل. ده الدرع التقيل، ده الدرع المتوسط آسف، يعني خلاني أطلع من المنطقة الزرقاء للمنطقة الخضراء، ودي برضو يعني الدنيا فيها كويس علشان يقدر يعمل الحركات، فاحنا ناخدها لأن بيديني شوية إفكتات حلوة واحنا شغالين عليها. دي المستوى التاني، والحركات بتاعت المستوى التاني بتديني حاجة تاني، وان انا اضرب الاعداء بسم، اعتقد هتبقى افضل. طيب نسيب ونعمل التشيك بوينت هنا ونرفع الشخصية نحدثها. شوكيو تسكمي توري ماشتا نه، اقول له كويس ان احنا يعني انت اخدت امتلكت نص. حدث الشخصية، ناخد في النار، النار مش بتزود الدمج بتاع السلاح، الأرض بتديني نقطة، المعدن بيديني نقطة، المية بتديني نقطة، نشوف الخشب، الخشب مش بتديني خالص. طب يبقى احنا كده حدث النار، لأن هي أغلب الأسلحة تقريبا بتتحدث مع النار، الأغلب ايه. طيب ان هي السبيلز اتفتحت لي ندخل نعملها، كمان عندي تحديث تاني ممكن اعمله. طيب نحدث المايه، المايه بتزود لنا الستيلز، فهو مش هيقدر يشوفوني بسهوله، وانا احب امشي بنمط التخفي شوي. طيب نشوف السبيلز اللي هي الحاجات السحريه اللي هو ممكن يقدر يعملها. طب احنا نعمل دي كده تمام، نشوف اللي بعدها. تمام هلنا سم، طيب انا ممكن ارمي عليه سم المية. بيقلل كمية السبيريت القوة الروحية اللي هو يقدر يستعملها، ودي حاجة كويسة. نعملهم نحط النار، وبعد كده نحط السم، بعد كده نحط أو ممكن تحط أي حاجة براحتك يعني على حسب ما أنت ما شايف يعني. اعتقد لك شوك هيبقى افضل، وتحت خالص يكون المية، مش كويس تمام. هو بيقول ازاي ان احنا نعملها، بيقول واحد بمهاراتك هيكون الموضوع مش صعب عليه ان هو يتعلم الحركات السحرية. بالمناسبة كل ما احنا منروح نعمل نرتاح وكده في عند التشيك بوينت دي او اي تشيك بوينت تاني، كل الناس اللي احنا موتناهم بيرجعوا تاني ريسبون، ما عدا الشخصيه الاساسيه اللي هو كان بيحمي المكان ده. طالما اللي بيحمي المكان ده مات واحنا فتحنا التشيك بوينت، مش هينفع يرجع تاني. اللي يقول هو متمنى ان كل الناس اللي كانوا موجودين هربوا من الوحشيه اللي حصلت في المدينه قبل ما يقتلوه. بيقول ان في خطر كبير جاي قدامي. نلاحظ كمان فوق عند الخريطة موجودة عندي 10، دي قوة الحالة المعنوية بتاعتي، وتلاتة تلاتة، ده ان في تلاتة تشيك بوينت وانا جبت التلاتة، تلاتة اللي تحتهم تلاتة من الاعلام الصغيرة اللي هي بترفع الحالة المعنوية بتاعتي، لكن مش تشيك بوينت، هي وظيفتها ان هي بتقوي الشخصية بس، ولو في اي اضرار او حاجة في الشخصية زي ضرر الحرق او السم او حاجة زي كده او بليدنج نزيف، هي بتروح شايلها وبترجع له الحالة الاصلية هو واللي معاه. ننزل ناندا تمير بيقول سكالب هان كورت اللي هي المحكمة بتاعت هان، البلد اللي هم بيحكوا فيها والزعيم بتاعهم.
قول مين اللي يقدر يقف قدامي لأن هو هيني عليهم كلهم. لاحظ ان احنا كل ما بنضربه بيقلل في الكمية بتاعت بيقلل في الكمية اللي من فوق بتاعت الطاقة بتاعته. لما بيشيله شوية بيرجع له تاني. دي اهم حركة لازم تتعمل. اول ما يطلع دي كده اروح ضربه ضربه الفتل. اهم حاجه التايمنج في الموضوع ده. كل ما يتضرب ضربة زي كده الطاقة المعنوية بتاعته بتقل. اللعنة على الموضوع ده. ايه القوة اللي عندك دي؟ ده الاليكزير او الترياق ان هو عندهم. هو بيقول على نفسه ان هو اقوى الجنرال ده. قال هو ان هو مش هيكون ثقة اخوه فيه. لأن ده أعمى يعني يعني كفاية على كده يعني. شفت دي الستان. جامدة الضربة دي. ارجع اتحدى تاني. عشان اخد حاجتي منه لان لما نتحدى البص بيرجع لي الحاجة بتاعتي تاني. لكن لما انا بتحدى باقي الناس لما يموتوني لازم اخد حاجتي منهم لما اموتهم. لما اعدي الضربه القويه او الهيبي بيروح مطلع لي بيطلع لي اصلا ضربني ضربه جامده. طبعا الاستاذ اللي معايا ده بيضرب يعني على ما تفرق يعني.
أول مرحلة. ما طالتنيش. طب كويس. جامد الضربة دي. بيضرب ضربات قوية. بضرب ضربات حلوة خالص. وبكده انا طلعت الوحش ان هو موجود معايا وهالمفروض هو اللي يخلص عليه. شكرا. دي القوة اللي هي موجودة مع الرجل ده الأعمى ده. الرجل ده طلع وموته علشان ياخد القوة بتاعته. هو بيتعامل مع التنين اللي هو موجود وطلعوا من التنين وهيبقى معاه. حتى القوة اللي كانت مع الشخص بتاعنا خد نص القلادة اللي كانت موجودة معاه، ودي قلادة سحرية. حتى اللودينج بتاع اللعبة حلو، يعني فترات التحميل بتاعت اللعبة بتكون كويسة. الشخص الأعمى اللي مات. العالم بقى موجود في فوضى وأنا مش هقدر أسيبك إن أنت تموت بسهولة. نلاحظ ان القلادة بقت نص هي اللي معايا مش كاملة. تقريبا كان اول مستوى النقلة اللي لعبناه ده او المرحلة الاولى ده كان نوع من التمرين يعني. دي الحاجات اللي احنا خدناها من الاستاذ اللي احنا موتناه. المستوى ده فيه 7 تشيك بوينت و5 من الأعلام الصغيرة. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. أشوفكم في الحلقة الجاية في اللعبة الجميلة ولونج. أشوفكم على خير. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو في أي حاجة اكتبوها لي في الكومنتات. أشوفكم على خير. سلام.